الاخبار تمام. مين بيدخل مكان الدكتور عبد الهادي؟ دكتور كريم. كريم بيدخل. كان عندكم امبارح. نعم. طب ايه ليش الاحداث؟ هو اللي اسمها الاحداث دي الاسبوع الجاي دكتور كريم ولا دكتور عبد الهادي؟ يعني ننتظر لما نشوف صحه الراجل. بس ربنا يقوم. النهارده هنتكلم عن الخصوبه والانجاب. ده موضوعنا النهارده. كلنا نعلم يعني ايه خصوبه ويعني ايه انجاب. حد اتولد ولا لسه لمده في الوفيات؟ الكلام مكتوب انا مش هقراه، لكن انا عايز الخص اللي انا عايز اوصله لكم. اذا كانت الخصوبه والوفيات والهجره هما الثلاث مكونات الرئيسيه لما يسمى بالتغير السكاني، اي تغير سكاني زياده او نقصا، من هما العناصر الرئيسية المؤثرة؟ إنجاب، وفيات، هجرة. سمعنا الكلام ده قبل كده؟ سمعناه وقلناه. فإذا كنا هنتحدث عن الخصوبة أو الإنجاب لأنها أحد المكونات الرئيسية واللي بيعتمد عليها رسم السياسة أو نسميها السياسات المختلفة للدولة. السياسات المختلفة للدولة أي إن كانت سياسات صحية أو تعليمية أو خاصة بالمرافق والمساكن، بمعنى إذا كانت معدلات الإنجاب مرتفعة ندق ناقوس الخطر بعد 6 سنين محتاجين مدارس، هذا يعني ده مثال. بعد 25 سنة محتاجين مساكن عشان الزواج وعشان قوة العمل وعشان ما اعرفش مين. اذا تمثل الخصوبه احد العناصر الرئيسيه اللي يتم الاعتماد عليها لرسم السياسات المختلفه للدوله. الخصوبه بترتبط ارتباطا كليا وجزئيا برجل وامراه. ولكن في دراستنا التحليليه هنتحدث هنا عن المراه. بمعنى إذا نسبنا معدل الخصوبة فبننسبه للسيدات، والدليل لأن مفيش واحدة بتتجوز أكتر من 2، لكن العكس صحيح، صح؟ دي نمرة 1. إذا لو عندنا بسط اسمه المواليد ومقام اسمه السيدات فالقسمة واجبة وشرعية. يعني اللي فوق اللي هم البسط المواليد لازم وابدا منسوبين للسيدات اللي تحت، بخلاف لما اقول البسط منسوب للرجال. قد يكون الرجل له من اللي فوق 5، من 1 و2 و3، مظبوط؟ فالبسط مش جزء من المقام في الحاله دي، وده سبب ان احنا بننسب الخصوبه لمين؟ للسيده. دي نمره 1. 2، من المعلوم طبيا وبيولوجيا وزي ما تسموها سموها أن خصوبة الرجل مفتوحة، أما خصوبة السيدات بتبقى لل
الدراسات والابحاث المتنوعه تنحصر ما بين 15 سنه الى 49، حتى لو كانت هناك عناصر شاذه، بمعنى اقل من ال 15 او اكثر من ال 49 ممكن يتعرضوا للحمل، لكن مش دي، احنا بنتكلم على الشيء الطبيعي اللي هو من 15 ل 49. اذا فتره الخصوبه ما تقدرش تحددها للرجل، بينما تحددها لمين؟ للمراه. في مصطلحات خاصة بالخصوبة لازم نعرفها ونفرق بينها، عشان لو جات لك أسئلة ما بين صح وخطأ وما بين اختار من بين الإجابات الصحيحة، أو عرف، يعني الأسئلة ممكن تيجي بثلاث أشكال، عرف أو اختار الإجابة الصحيحة من بين إجابات ثلاثة، أو العبارة صح أو خطأ، مش كده؟ ثاني مفيش رابع يعني، لازم كنا نلغي المقارنة، دي حاجة تانية. فإذا كنا هنتكلم عن الخصوبة كخصوبة، هنا كلمة خصوبة يقصد بها خصوبة فيسيولوجية، بمعنى قدرة المرأة على الإنجاب. أي امرأة تصل لمرحلة الإنجاب يبقى دي اسمها هي في مرحلة الخصوبة. أما إذا تعرضت للإنجاب بالفعل يسمى بالإنجاب الفرتيلتي. يعني خصوبة فعلية يقصد يعني هنا يعبر عنها بالايه؟ بالحمل والايه؟ والمواليد. المعدل في عرف الإحصاء السكاني هو الأحداث السكانية والديموغرافية اللي بتظهر خلال فترة زمنية معينة، ودائما وأبدا احنا الفترة الزمنية اللي بتقصدها هي تكون سنة أو 5 سنوات أو 10 سنوات. المعدل الخام الأحداث اللي بتظهر خلال فترة زمنية معينة، ولكن احنا بنتكلم على معدلات خاصة بالسكان، ولكن تنسب لمجموع السكان ككل، تنسب لمجموع السكان ككل، بمعنى المقام، كلمة تنسب يعني المقام بتاعك، المقام بتاعك، فالمقام هنا هو السكان ككل. هنشوف يعني ايه الكلام ده دلوقتي حالا. معدل نوعي يعني ايه؟ بدأت بدل ما كنت بقول الكروت ريت، لا، السبيسيفيك ريت اللي هو المعدل النوعي او التفصيلي، ممكن يكون بحسب النوع او بحسب الجنس، بحسب العمر، بحسب العمر، بمعنى ممكن اقول بسط على مقام ذكور او اناث يبقى انا خصصت، بسط على فئات عمريه من 20 ل 30 وليس السكان ككل، يبقى ده سمي بالمعدل الايه؟ النوع. هنشوفه برضو. النسبة معروف، النسبة ان البسط يكون جزء من مين؟ من المقام، دي حاجة معروفة حتى في السكان وغير السكان. اللايف بيرث اللي هو المولود الحي، ماذا يقصد به؟ لو ام ولدت والطفل، الطفل خرج من بطن الام، ان شاء الله يكون عمره 4 شهور، ان شاء الله يكون 7 شهور، 6 شهور، 3 ايام، اي كان حسب ما المنظمات الصحيه بتقول، يعني المهم يكون فيه نبض سواء من في القلب او يصدر عنه صوت، يصدر عنه صوت. اللي بيطلع ويحصل منه كده ده يطلق عليه مولود ايه؟ حي، بصرف النظر عن مده مين؟ الحمل، ما ليش علاقة مدة الحمل كاملة مش كاملة، مش دي قصتنا يعني. ما الفرق بين الإنجاب الفعلي والإنجاب المكتمل؟ فعلي احنا اتفقنا على أن فترة الحمل ما بين وبين، ما بين كام وكام؟ 15 إلى 49. فعلي للمرأة يعني هو الإنجاب بتاع المرأة وهي ما زالت في فترة مين؟ وهي ما زالت في فترة الحمل. إنجاب مكتمل يعني بعد ما مدة فترة الحمل خلصت، اللي هي خرجت منها، وبنقول عدد الأطفال الأحياء المولودين بتوعها كام؟ ده اسمه إنجاب إيه؟ مكتمل. كلمة مكتمل يقصد به عدد الأطفال الأحياء أو المواليد الأحياء المنسوبين للسيدات بعد خروجهم من فترة الحمل وبيكونوا أحياء،
طب الثانيه اللي هي الفعلي الاولاد او المواليد او الاطفال ايا كان المسمى الاحياء للسيده وهي ما زالت وهي ما زالت في فتره الحمل اللي هي الفتره اللي هي ما بين كام 15 الى 49. اذا كان ده الجزء النظري بتاع الخصوبه ايه هو معدل المواليد الخام او معدل المواليد الاجمالي اي كان يطلق عليه الكروت بيرث ريت؟ ببساطه شديده هو بسط ومقام. البسط هو عدد المواليد بالكامل، خلاص ده لا خلاف على البسط. اما المقام هو القسمه وانك بتنسب المواليد لاجمال السكان. لاجمال مين؟ السكان. هذا المعدل اذا كنا بيتكتب بالعربي دي انتم شايفينه عدد مواليد احياء على عدد سكان في منتصف السنه، وما هي العبره بان السكان في منتصف السنه عشان ما ناخدش السكان في اخر السنه نقول في تحيز في السنه في اخرها او في اوله، فاحنا بناخد السكان في منتصف مين؟ العام. والبي الخفيفه اللي هي البيرث والبي الثقيله اللي هي البوبيوليشن السكان ككل، وبتضرب في كام؟ كلمه تضرب في 1000. المعدلات بصفة عامة تكون تضرب في 1000، يعني نقول لكل 1000 من السكان، لكل 1000 من السيدات وهكذا. هذا المعدل إذا كان معدلا بدائيا بسيطا ولكن له مميزات. إذا كنت عايز تعرف بإشارة سريعة جدا شكل المجتمع في الجيزة وشكل المجتمع في القاهرة عن طريق معدل مواليد أو عن طريق المواليد بصفة عامة، ارجع لمعدل المواليد الايه؟ الخام. بيديك رقم سريع، بتجيب عدد مواليد تقسم على عدد سكان، يعني بيديك مؤشر شكله ايه؟ يبقى هو كمعدل بيديك رؤيه سريعه عن شكل الخصوبه في المجتمع. اما اذا كانت له عيوب فعيوبه قاسيه جدا بانك بتنسب المواليد بمن لهم صله بهم، بمعنى انت المقام بتاعك ايه؟ اجمالي مين؟ السكان. اجمالي السكان يعني ذكور وايه؟ واناث. اجمالي السكان يعني عيال صغيره وعيال كبيره، يعني ستات في الحمل وستات خارج الحمل وستات اتجوزت وستات ما اتجوزتش، يعني كوكتيل من البشر. فبيطلع مضلل. لكن هو كمؤشر هتستخدمه في مقارنه، ما هو انت لو حسبته في الجيزه هتحسبه بنفس المعيار في القاهره، فهو بتاخده كمؤشر يعني، كمؤشر يديك يقول لك الخصوبه ماشيه ازاي. بسيط الحساب، بياناته متوفرة، بياناته ايه؟ متوفرة، عدد مواليد على عدد سكان، لكن يعاب عليه بان انت بتنسب المواليد لاجمال السكان ودي مش حقيقة. فقالوا اذا كان ده بسيط وسهل ومؤشر للخصوبة احنا عايزين نعدله شوية. ايه التعديل جه ازاي؟ البسط زي ما هو عدد المواليد، اما المقام احنا قلنا عدد مين؟ السكان كتوتال، مظبوط؟ قال لك لا، انت لسه بتقول من شويه ان الخصوبه تنسب لمين؟ للمراه. طب ما تيجي تشيل السكان ككل وننسب الى مين؟ عدد مين؟ السيدات في سن الحمل. فهذا المعدل يطلق عليه الجنرال فيرتيليتي ريت اللي هو معدل الخصوبه الايه؟ العام. كل التعديل اللي حصل انك عملت المقام عملتله تنقيح فلتره، بمعنى انك خليت المقام هم الناس السيدات اللي في سن الايه؟ الحمل، اللي هم ما بين ال 15 وال 49 سنه. هذا المعدل اعاب عليه كثيرا. قال لك احنا عبنا طبعا، خد بالك من الالفاظ دي عشان تفهمها كويس. المعدل الاولاني اعاب عليه بان السكان ينسب لمين؟ اجمالي السكان. المواليد تنسب لاجمالي مين؟ السكان. حبوا ينقحها. قال لك ننسب المواليد للسيدات في سن مين؟ الحمل. قال لك لا لا لا، ده برضه عنده عيوب رغم انها تنقحت. هل القدره الانجابيه للسيدات، خد بالك ركز في البسط، البسط مواليد، لو عندك 100 مولود منسوبين ل 500 او سوري 1000 مولود منسوبين ل 500 من السيدات في سن الحمل، هيطلع لك المتوسط بتاعها يعني المعدل 2 لكل سيده، مش كده ولا ايه؟
مش كده؟ السؤال هنا لما المقام كله سيدات تنحصر جايه توتال كده مع بعضيها من 15 ل 49 سنه، هل بالمنطق والدراسات المتخصصه في هذا المجال اثبتت بان قدره المراه الانجابيه بتختلف من فئه عمريه الى فئه اخرى؟ مش كده ولا ايه؟ بمعنى اذا كانت القدره الانجابيه عند المراه من 15 ل 19 سنه، ما احنا هنقسم الفتره الزمنيه من 15 ل 49 الى كم فئه؟ سبع فئات. 15 19 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49. السؤال هنا دول سبع فترات عمريه طولها خمس سنوات، لما تعدهم تلاقيها خمس سنوات، هل بالبساطه وبلاش بالعلم، هل القدره الانجابيه عند السيدات في الفترات العمريه دي متساويه؟ لا. هل قدرتها على الانجاب متساويه؟ فقال لك هذا المعدل ايضا يعاب عليه لانه نسب المواليد الى السيدات كامله خلال فتره عمريه من 15 الى 49. ما هو البديل؟ قالوا نخترع معدل اخر اسمه الايدج سبيسيفيك فيرتيليتي ريت، معدل الخصوبه بحسب العمر. بحسب مين؟ العمر، اللي هو ده معدل الخصوبه بحسب العمر. قال لك ده نحلها ازاي؟ والله حلها بسيط، احنا عندنا سبع فئات عمريه، بدل ما انا كان عندي 500 سيده وجبت عدد المواليد كامله وقسمت على السيدات كامله في الاولاني، قال لك لا، قسم ال 500 من السيدات خلال الفئه العمريه اللي من 15 الى 49 شويه قصاد الفئه العمريه من 15 الى 19، طلعوا مثلا 60، شويه من ال 20 ل 24 طلعوا 120 سيده، يبقى هيطلع لنا مجموع اللي هو عددهم كام في الاخر برضه كله؟ ال 500، مش كده ولا ايه؟ بس مقسمين بحسب مين؟ العمر. وبناء عليه عدد المواليد اللي هم الألف مقسمين قصاد السيدات، يعني الستين اللي كانوا في الفئة العمرية من 15 ل 19 كانوا بينجبوا 22 مولود، يبقى ال 22 بتوعهم، مظبوط الكلام؟ الشويه ال 120 اللي كان عمرهم من كام لكام قلنا؟ من 20 ل 24 كان قصادهم 52 مولود مثلا. الشويه اللي قصاد من 25 ل 29 من السيدات كان قصادهم شويه مواليد. انا في الحاله دي عملت ايه؟ وزعت المواليد بحسب الامهات للامهات بحسب مين؟ العمر. وبناء عليه هيتحسب هنا معدل اسمه معدل الخصوبة، بس بحسب مين؟ ماذا أقصد بالعمر هنا؟ مش بعمر المواليد، بعمر مين؟ السيدات. وبناء عليه أنا البسط بتاعي هيكون مواليد لفئة عمرية، اسمه كده البسط أهو، مواليد لفئة عمرية اسمها إيه؟ الإيه دي ممكن تتغير من كام؟ من 15 ل 19، من 40 ل 44، أي كان، على عدد السيدات لنفس مين؟ لنفس الفئه. يبقى انا ما اصبحتش مضلل في الحاله دي. لو انا جبت لك سؤال فيه شويه تعليق، هجيب لك جدول، مثال جدول. الجدول مكون من ثلاث اعمده او عمودين، واحسب انت التالي. من هما العمودين الاولانيين؟ معطيات. من هي المعطيات؟ الفئات العمرية، الفئات العمرية اللي هو من 15 ل 19 لغاية ما اوصل لمين؟ وفي الآخر هكتب الإيه؟ المجموع، مظبوط الكلام؟ ده أول عمود. طب العمود الثاني هيبقى عبارة عن عدد السيدات. عدد السيدات قصاد مين؟ الفئة الأولانية، الفئة الثانية، الفئة الثالثة، وفي الآخر هيحصل إيه؟ المجموع بتاعك. وعارفين أنا بقول إيه ولا مش فاهمين؟ طب العمود الثالث هيكون عباره عن عدد المواليد الاحياء قصاد مين برضه؟ السيدات، وفي اخر مجموع، صح؟ لو انت عندك جدول بهذه الاعمده الثلاث
قدامك امرين. الاول ممكن تحسب الجنرال فيرتيليتي ريت سريعا. طب مين يقول لي ازاي؟ المجموع اللي تحت هو المجموع اللي تحت مواليد على المجموع اللي تحت سيدات هو ده يديك الجنرال، صح كده؟ طب لو عايز الايدج سبيسيفيك اعمل ايه؟ اللي هو ايه اللي يجي ازاي؟ مواليد على عدد المواليد في الفئه على عدد السيدات في نفس الفئه، عدد المواليد في الفئه على عدد السيدات في نفس الفئه، مظبوط؟ وفي الاخر اجمع. اركن الجمع ده شويه، مش عايزه انا دلوقتي، بس انا عرفتك ان الجدول اقدر اجيب منه حاجتين، اللي هو المعدل الخصومه العام اللي هو مواليد على السيدات في سن الحمل ككل مجموع على مجموع، وسبيسيفيك اللي هو ايه؟ مواليد على سيدات، مواليد على سيدات، مظبوط؟ لو انا اخترعت لك سؤال هنا علق على بيانات هذا الجدول، انا يهمني في التعليق ايه؟ هنا اللي انا اقصده، لو انت خدت العمود اللي انت اخرجته اللي اسمه الايدج سبيسيفيك فيرتيليتي ريت وعملت محور راس ومحور افقي وقمت رسمه، وارد انا مش وارد ترسمه، هتلاقي لو هو منحنى، بلاش اعمده، ارسمه منحنى. المنحنى ده هيطلع عند كام نقطة؟ حسب الفئات العمرية. الفئات بقى اللي هي كام نقطة؟ سبعة. طب المحور الأفقي هيمثل مين؟ الفئة العمرية من 15 ل 19. الفئة الثانية من 20 ل 24. طب المحور الرأسي يمثل مين؟ معدل المواليد. مش كده ولا إيه؟ ارسم. هتلاقي المنحنى ده طالع كده من تحت. وبعدين يعلى وبعدين يرجع ايه؟ ينزل. ده دليل على ايه؟ ان معدلات الخصوبه تتاثر بالتركيب العمري للسيدات. مش كده ولا ايه؟ ده كلام منطقي. ان المعدلات الخصوبه بتختلف بحسب عمر مين؟ السيدات. هنا انت تيجي تعمل لي تديني الاشاره الخضراء. تقول لي اعلى فئه عمريه من هذه البيانات اللي انت بتديها لنا خصوبة هي الفئة العمرية من كذا إلى كذا، صح؟ وأدنى فئة عمرية هي الفئة العمرية من كذا ومن كذا، وهذا طبيعي لأن عايز تفسير، أنت كده فصلت تفسير ومشيت وسبتني ومش ده اللي أنا عايزه برضه، أنا عايز أحشرك برضه حشرة تانية، إيه هي؟ السؤال هنا ده مؤشر لو كانت معدلات الخصوبة مرتفعة في أعمار متدنية للسيدات، ده ممكن أنت، أنا عايزك تشغل الجمجمة بتاعتك دي بقى لما أنت قاعد كده بتغني ظلموه، تسمعني كويس. ممكن ده يكون مؤشر على أن الزواج كثيراً في أعمار مين؟ متدنية، اللي هو اللي كانوا بنشوف التلفزيون من شوية، فاكرينه؟ يقول لك وده وده يختلف من منطقه لمنطقه، وممكن العبها لك في ايه؟ اجيب لك منطقه ريفيه ومنطقه مين؟ حضريه. فهتلاقي معدلات الخصوبه لاعمار صغيره في الريف اعلى من الحضر. اعلى مؤكد يا اخي، مش كده ولا ايه؟ هناك ثقافات البنت بتتجوز ايه في ثانيه ثانيه دبلوم تجاره ولا في اولى دبلوم، يعني عندها 15 سنه وما اعرفش يكتب الكتاب واحد المأذون ولا في الجامع، اكيد اللي كانوا بيناقشوا حاجه زي كده في التلفزيون. انت تقدر تحلل لي الكلام؟ تقدر تعلق لي؟ انا مش بعلمك، مش بخليك تصوم. هتيجي عند فتره معينه في المدينه في الحضر معدلات الخصوبه ارتفعت عند العمر مثلا في الفئه العمريه على سبيل المثال من 30 ل 34، ده مؤشر على ايه؟ والله ده مؤشر صحي بيولوجي صح، بان المراه اعلى قدره انجابيه لها هي هو ده العمر، ده مش كلام سيد خاطر، ده كلام منظمات الصحه العالميه. بالاضافه انا بضيف من عندي اللي هو انت سيادتك ان ارتفاع سن الزواج في المدينه، مش كده ولا ايه؟ في الحضر بقى، يعني ما انا عايزك تشغل دماغك. ارتفاع سن الزواج خلى ان اكبر كميه، يعني بلد واحده حضريه، بلد واحده حضريه اللي انا اديتك بياناتها، كل البنات في العمر ده اتجوزوا في التوقيتات دي وكلهم خلفوا بعد سنه، فمؤكد ان معدل المواليد هيرتفع في ذات الوقت.
التفسيرين تفسير علمي وتفسير سكاني. العلمي ان دي اعلى فئه لها خصومه، ده مش كلام، بالاضافه للفئه اللي قبلها ما هو في ثلاث فئات خصومتهم مرتفعه 25 29 30 34 35 39 دول اعلى فئات وخصومه بتكون مرتفعه فيهم، ثم المنحنى ينزل وكان قبل كده نازل. مظبوط الكلام دي صحيه. اما سكانيا والله بدوام الحال من المحال، احنا ما هم ما بيتجوزوش في الفتره دي برضه، احنا دخلنا في مرحله لا في شقق ولا في شباب ولا في فلوس فقاعدين. فالجواز سن الجواز ايه؟ الدافع، مش كده ولا ايه؟ فبالتالي لازم انا اسمع تفصيلك وتفسيرك. معدل الخصوبه النوعي، كل ما هنالك اداني مؤشر وسلط الضوء لمعدلات الخصوبه لكل فئه عمريه من السيدات خلال فتره الحمل، مش ده اللي حصل؟ انا عايز اعطي تقريرا واضحا وسريعا لمحافظه من المحافظات او لمصر، اروح اقول لهم ده انا لو بعرض على المسؤولين اصل معدل المواليد للستات اللي في الفئه العمريه من كذا لكذا ومش هلاقي حد يسمعني على ما اخلص يكونوا ناموا، مش كده؟ طب نعمل ايه؟ قال لك يا راجل احنا عايزين لما تيجي تدينا رقم الدين، انت عمال تقول لنا الاولاني كان في عيب وعالجناه، اخترعنا تاني كان في عيب وعالجناه، اخترعنا في عيب وعالجناه، بس انا حدي سبع ارقام هنا، مش كده ولا ايه؟ سبع معدلات لكام فئه؟ لسبع فئات. انا عايز رقم زي ما انت كنت بتقول الكروت بيرث ريت اللي هو معدل الخصوبه الاجمالي، هو رقم رغم انه مطول بس حلو، حلو بيديك مؤشر عن الايه؟ عن الانجاز. مش كده؟ احنا عايزين رقم زيه بس يكون ايه؟ دقيق. عملوا ايه؟ جابوا معدل اخر هو الاخير اسمه التوتال فيرتيليتي ريت اللي هو معدل الانجاب الكلي. هو عباره عن محصله، هو عباره عن محصله معدلات الانجاب العمريه اللي فاتت اللي هم عددهم كام؟ سبعه. واتكتب بالقانون ده. تعالى نفسر القانون، سيبك من المكتوب. اول شيء السمشن يعني المجموع. الاف ايه اللي هو معدل الخصومه بحسب الفئه العمريه. يعني هنجمع السبعه ونضرب في قبل كده نضرب في كام؟ في خمسه. من هي الخمسه؟ طول الفئه العمريه الثابت، الثابت في كل الفئات السبعه، مش كده ولا ايه؟ وفي الاخر بضرب في 1000. كلمه بضرب في 1000 يعني بنسب لكل 1000 من السيدات، لكل 1000 من مين؟ وفي الحاله دي انا ضمنت ان انا طلعت معدل انجاب كلي للسيده خلال فتره مين؟ الحمل والانجاب، اللي هي تشمل من 15 الى مين؟ الى 49. وبناء عليه هو ده المعدل المعتمد في اي مقارنات وقياسات. بمعنى ان انت لما تيجي تقول النهارده هي الخصوبه في الجيزه مقارنه بالفيوم شكلها ايه؟ اقوم انا جايب رقمين لا ثالث لهما، معدل الخصوبه الكلي للجيزه في سنه 17 ومعدل الخصوبه الكلي في الفيوم في سنه 17، يطلع مثلا 5000 في الفيوم مولود لكل 1000. ايه معنى لكل 1000؟ يعني لكل 1000 من السيدات خلال فتره مين؟ الحمل، اللي هي من كام لكام؟ ولو انا حبيت اخصصها قوي اقول المتوسط 5 اطفال لكل مين؟ واحده. طب في الجيزه طلع 3000 لكل 1000، يعني لكل واحده كام واحد؟ 3. ومن هنا تبدا المقارنه تكون واضحه وصريحه، اخذا في الاعتبار معدلات الخصوبه العمريه، التوزيع العمري للسيدات. هقول لكم على حاجه بس مش هشرحها لان انتم مش متخصصين. المقارنه فاشله. يا نهار اسود، معقوله
فاشلة ما بين ان انت الناس عملت خمس مؤشرات وفي الاخر توصلنا لواحد عدل وحلو وبتقول دي احسنهم، بس انت جيت تقارن ما بين مين ومين؟ الفيوم ومين؟ بلد وبلد والقاهره والجيزه. هنا المقارنه يا شبهه شائبه، الا وهي السؤال: هل التوزيع العمري، مش انت لسه بتحكي لنا ان انت نقحت المعدل اخذا في الاعتبار السيدات بحسب فئات العمر، وده وانت كده بقيت الكريم وبقيت 100 100؟ طب وبتقارن مين بمين دلوقتي؟ بلدين ببعض، واحده اسمها ايه واحده مين؟ المقارنه مش عادله يا دكتور. ازاي؟ هل التوزيع العمري للسيدات في الفيوم هو نفسه التوزيع العمري للسيدات فين؟ في الجيزه؟ طب انتوا مش فاهمين انا بقول ايه؟ يعني لو السبع فئات بتوع السيدات بحسب العمر، نسبة الفئة الأولى كانت 32% في الجيزة، والثانية 20، واللي بعدها 7%، واللي بعدها 12%، واللي بعدها 1%، في الآخر المجموع كله هيطلع ايه؟ 100%. تعال للفيوم، كانت الأولى في الجيزة 37 ولا 32، طب كانت هنا في الفيوم 54. عالية. الله، طب ايه معنى الكلام ده؟ مردوده ايه؟ ده انت لسه بتحكي لنا ان الفئه العمريه الصغيره معدل انجابها ايه؟ قليل، ونسبتها في الفيوم ايه؟ كبيره، يبقى اثرت على الانجاب كتوتال مقارنه بمين؟ بالجيزه، صح؟ امال حلها ايه؟ بس مش لكم انتوا اللي يدخل سكان هو اللي هيدرس الكلام ده. في حاجه اسمها المعايره. نعمل حاجة اسمها الايه؟ المعايرة. ماذا يقصد بالمعايرة؟ اجيب مجتمع معاير اقارن به، اثبته. هو انا عشان اقول الراجل ده مستوى ذكائه كام؟ ولا بيفهم قد ايه؟ احكم ازاي؟ ما انا لازم اجيب حاجة ستاندر قدامي، مقياس اقيس عليه، هو يمثل كام منه، مش كده ولا ايه؟ هو ده اللي بيحصل في المعايرة. بس مش مكانها للي هيفش السكان. طيب معدل الخصوصيه بالفعل لما باجي بحسب مثلا القاهره، بحسب على سكان القاهره الاصليين ولا المقيمين؟ الحته دي هتوضح في الوفيات مش في الخصوبه قوي. ده يتوقف على اسلوب العقد. احنا دايما مصر بتاخذ الاسلوب الواقعي. واقعي يعني بحسب محل انت موجود فين. سوري اسف، بحسب مكان تواجدك انت موجود فين. الفعلي، الاساس الفعلي للعبد في مصر هو الاساس الفعلي وليس النظري. الفعلي اللي انا قلته قبل كده بس انتوا نسيتوا، والحمد لله ان انتوا نسيتوا عشان تسقطوا. هو حسب ما يلاقي الشخص في مكانه بيسجلوه، اللي هو بحسب مكان وجوده. النظري بحسب مكان اقامته. فهو الكل ده بحسب، طالما التعداد جاء بالفعل يبقى حسب مكان التواجد. يعني ممكن المعادلات دي، وعشان كده ده بيظهر في معدلات الوفيات بمعنى والخصوبه بمعنى اخر. ازاي؟ خد مثال اهو سريع. افرض في حته خاليه من المستشفيات والمراكز الطبيه، وارد صح؟ والزمن ده طبعا كل واحده عايزه تولد، ما عادش في دايات ولا عادش في مش عارف مين، فكل واحده بتروح فين؟ المستشفى والمركز الطبي. انت لما بتولد في المركز الطبي الفلاني ده بيتأيد تبع السجل المدني الفلاني، مش كده ولا ايه؟ فمعدل المواليد الفلاني هيعلى في الحته دي عن الحته اللي اذا هنا يؤخذ في الاعتبار ان معدلات المواليد والوفيات اللي لسه هنجي لها فيما بعد، لو نقحناها ودققنا فيها نلاقي فيها شوائب بحسب تواجد وتركز الخدمات الصحيه في اماكن دون الاخرى. حتى تركيز الخدمات في اماكن دون الاخرى يضلل البيانات، يضلل مين؟ البيانات. الجزء اللي جاي ده هيدخل لكم حد يبقى يشرحه. شايفينه؟ ايوه.
اهو حاجه بالالوان وحاجه حلوه ودي مساء خدوا بالك حاجه حلوه خالص فين الالوان عندنا بلاد بوكس والكتاب انا اللي انا مش امثله كتير هي ده كتير خالص بعد كده لا لسه شويه عايزين تمشوا لسه ايه دي الخصوبه بس انتوا فاهمين احنا بنقول ايه يعني كلام النظر ده انتوا فاهمينه قبل ما انسى صحيح الله يمسكني حاجه خدمه ليكم احد الجهات احنا هنشتغل شغل اجتماعي شويه احد الجهات عايزه معيدين فانا عايز حد تخصصه علوم حاسب بتقدير من جيد جدا فيما فوق ولو ما لقيناش ندور على ما ينفعش نظم ايوه قالوا يعني حاجات زي كده حاسب ونظم يعني. امتياز 4 سنين طيب هاتولي قابلوني في المكتب دلوقتي عشان اقول لكم تعملوا ايه ونبعتكم احد الاكاديميات نعينكم فيها معيدين ان شاء الله انا لسه ما فيش قاعده الاكاديميه ده لسه العميد بتاعها مكلموني فالناس اللي معانا تقدير في تخصص علوم الحاسب ونظم المعلومات وما شابه ذلك يقول لي واللي وهنشوف للناس اللي معاها برضه حاجات ثانيه يعني بعد المحاضره يا دكتور دي الحاجه اللي انا كنت عايز افكر فيها قبل ما انسى احنا ولدنا وبالتالي هنموت بعد كده لا ما هو مش هنكمل كتير لكن كلمتين عشان انا هدخل لكم حد المحاضره الجايه وجايز اعتذر يا اخي عن المحاضره ولا حاجه يعني نشوف الزمن الوفيات كلمتين ونص ما مش هتكلم كتير يعني انا بتهيألي غوطت شويه في الخصوبه تعالى اصل الوفيات هنودي ونعش واحد بيموت ويدفع خلص مش محتاجه يعني دي مش محتاجه شرح مش محتاجه اثنين راجعوا على اثنين صحيين بس طبعا زي ما انا قلت ان الخصوبه والهجره وضلع المثلث الثالث بتاعهم مين الوفيات هما ثلاثه اضلاع للمتغير السكاني طيب برضو الوفيات مؤشر مهم للصحة والتعليم والزواج والهجرة أي كان كل ده كلام مفيش مشاكل تعال نشوف التعريفات وفاة هي المفروض وفاة وليس وفاة أصل وفاة دي تحسب لا 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 مش كده لا يعني أنت بني آدم وفي صفة الوفاة اللي هو الموت يعني اختفاء تام بلا اي دليل من دلائل الحياه في اي مرحله بعد مرحله مين الميلاد يعني الواد اللي ينزل ميت بيقولوا عليه سقط وليس متوفى مظبوط مولود الميت ان الوفاه تحدث هو ان تحدث وفاه قبل ان ينفصل الطفل انفصال تام هو ده اللي بنسميه السقط باللغه البلدي بتاعتنا المولود الميت ان مات قبل ما ينفصل عن مين؟ عن الام. بصرف النظر برضه عن موتة مين؟ الحمل. معدل وفيات الرضع هتلاقي هنا مصطلحين وفيات هنشوف التاني اسمه ايه بس خلينا في الرضع. رضع يعني يقصد فيه بحسب منظمه الصحه العالميه والناس بتوع الصحه هم الاطفال الاقل من كام؟ من سنه. اقل من مين؟ من سنه. منسوبين المقام بتاعهم منسوب لمين؟ للمواليد. يبقى عيال صغيره اقل من سنه ماتت بس منسوبه لمين؟ للمواليد. اما هنشوف المعادلات التانيه مش عايز اسمع الاحداث. وفيات الامومه ماذا يقصد بوفيات الامومه؟ وطبعا انا اتفقت معاكم ان المعادلات بتضرب في ايه؟ في 1000 الا الامومه بنضربها في 100,000 مش عشان دي الام يعني حاجه كبيره لا عشان عدد الامهات اللي بيموتوا بالنسبة لمضاعفات الحمل والولادة عدد ايه؟ قليل جدا فلما تنسبه للألف تلاقيها ربع ست طب ربع ست يبقى لكل 4000 يطلع ست صح ولا مش صح؟
فبنكبر العدد عشان العدد يطلع ليه رقم صحيح رقم مفروض. فبالتالي المعدل ده بينسب بيضرب في 100,000 في 100,000. الوفيات الخام وفيات توتال على سكان توتال زي عامل زي معدل مين الخصوبة الإجمالي أو الخام برضه. وفيات بحسب الحالات اللي بيصابوا بمرض معين ويموتوا بنفس الايه المرض يعني عدد المصاب اللي ماتوا بسبب معين منسوب للمصابين بهذا المرض. ركز في المصطلحات دي. الثاني اللي انا كنت عايز افرق ما بينه وبين الرضع اسمه المبكره. المبكره اللي هم اقل من كام مكتوب على الشاشه 28 يوم. والله دي مش مصطلحات سكانيه اكتر ما هي صحيه مش بتاعتنا قوي يعني. نسبه الوفاه بسبب معين نعم ايوه دي اسمها مبكره. تحسب هذه النسبه لبيان نصيب وفيات مرض معين من جمله مين بمعنى يعني كل اللي ماتوا خلال سنه في الجيزه يبقى ده المقام بتاعك. طب اللي مات بضربه شمس يبقى ده البسط يبقى اسمه نسبة اللي مات بضربة شمس من إجمالي الوفيات. نسبة اللي مات وإن هو وقع في حفرة ولا بلاعة يبقى إلى إجمالي الوفيات. دي اسمها إيه؟ نسبة الوفيات بسبب معين. وبعدين ده مؤشر كويس يعني حتى حد يقول لي تعليق بتاع المؤشر ده افرض إن أنا سلطت الضوء الأخضر بتاعي على نسبة لسبب معين وكانت عالية قوي مش أخدها في الاعتبار وأقول للدولة خططي وابحثي وافحصي ومحصي وشوف القصة إيه البلعات مثلا موجودة فالناس عمالة تتشقلب فيها وبموتوا الحوادث بتاعة الطرق موجودة ما أنا ممكن أطلع بسبب إيه حوادث الطرق مش كده ولا إيه وإلى آخره يعني. معدل الوفيات لسبب معين برضو نفس الكلام. المقاييس أنا أعتقد إن أنا خلصت لكن معدل الوفيات الخام زي ما انا قلت لك وفيات ككل على سكان كايه ككل لو انا ممكن احسب المعدل ده المعدل ده بس على مستوى الذكور اقدر اعمله يعني اللي مات من الذكور ككل على عدد الذكور ايه ككل. نفس الكلام للاناث برضه. مميزاته له شويه مميزات وله شويه عيوب. انا هضطر ان انا اقرا المميزات عشان برضه نسمعها مع بعض. المعدل ده بسيط في الحساب بسط ومقام عدد مات على عدد سكان. تواضع متطلباته الرقميه مش محتاج ان انا ابحث واجيب بيانات كتير من كل حته ومن كل مكان. لكن في مشكله لا يتاثر بمدى الابلاغ عن الاعمار. يعني ايه؟ عبد السميع محمود علي مات مع السلامه اتقيد مات لكن لا سالنا عن هو مولده ايه؟ ولا شغال ايه؟ ولا طوله ايه؟ ولا وزنه ايه؟ ولا عمره ايه؟ مش كده ولا ايه؟ طيب لا يتأثر بأي خاصية من خواص السكان اللي هي متزوج، أرمل، مطلق، مهنة إلى آخره. فده بيقولوا ده أحد مميزاته يعني واحد مات مع السلام خلص. لكن عيوبه بيستند إلى خليط من المجموعات السكانية. ماذا يقصد بالمجموعات السكانية هنا؟ يعني السكان كوكتيل كده ببعضه فما أنتش قادر توصل لمعلومة مظبوطة. يعني لو أنت جيت قلت لي الجيزة مات فيها 2001 في 2016 تقدر بقى لو انت شاطر كام واحد ماتوا كانوا معاهم بكالوريوس تجاره؟ انا مش عارف. طب كام راجل وكام؟ طب كام واحد كان بيشتغل سواق تاكسي؟ مانيش عارف. طب واحد كام واحد كان عينه الشمال ما بشوفش بيها؟ برضه مانيش عارف. فهو دي احد عيوبه مش عارف الاجابه مش عارف مش كده ولا ايه؟ لا يفيد في اكتشاف اخطاء الوفيات اللي انا لسه بحكي عنها حالا. في ما انا طلعت بتوع بكالوريوس التجاره هم اللي بيموتوا. الله يقولش المحاسبه هي السبب ولا الرياضه والتحليل؟ ليه نبدا نفحص؟ ما يمكن. طب القصيرين هم اللي بيموتوا ولا الطوال؟ نبحث. فهو ما بيفيدش في اكتشاف الخطر. يعني الموت ايه سببه؟ ما احناش عارفين عشان نسلط الضوء الاخضر بتاعنا اللي احنا عمالين نقول عليه ده. مش كده ولا ايه؟ مش عارفين. عيوب. يطرح معدل الوفيات بصفة عامة لكل المجموعات السكانية لا يعكس الحالة الصحية للبلد موضوع القياس على مدار الزمن لأنه في لحظة معينة في لحظة معينة يمكن أن يدخل في مقام الكسر مجموعة من الناس غير موجودين في تضخم من أي كان
يمكن ان يكبر البسط نتيجه الولاده في اماكن. ها فاكرين لما انا بقول الاماكن دي اللي بقى المستشفيات والكلام ده كله. معدلات الوفيات العمريه بدا بقى نفس التفصيليه في الخصوبه. يعني يعمل ايه؟ يجيب اللي بقى بحسب العمر على السكان بحسب مين؟ العمر. ممكن طب ما انا عايز اعرف ده اللي مات متجوز مطلق بحسب الحاله الزواجيه، مش ممكن احسبه ولا ايه؟ بحسب الحاله الزواجيه، بحسب المهنه، بحسب مرض معين، الرضع، نسبه الوفيات لاكمال الوفيات. هيخش لكم حد المحاضره القادمه يشرح اللي اتولد واللي مات. وشكرا.